أطلقت وزارة الثقافة ووزارة التعليم مسابقة المهارات الثقافية في دورتها الأولى، وهي مسابقة تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى اكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام وتنمية مهاراتهم في المجالات الثقافية والفنية، بما يسهم في استثمار شغفهم وأوقاتهم. شباب لا تنسون يوم الأحد اختبار إن شاء الله. خميس مالي خلق ازعل مهما تستفزوني، خميس مالي خلق ازعل انا فوق. ما شاء الله، من اللي كان يغني؟ تعال 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 معنا. جايين لك مخرج كبير ما شاء الله. يلا يا بنات، اليوم راح نكمل درس الوحدة السادسة، جاهزين؟ طلعوا الكتب. هذا خطك؟ قاعدة تغني بالفصل يا ريان، بس والله صوتك جميل وأدائك أجمل، لكن ضروري تنمي هالموهبة هذه. كل مبدع مرغوب، موهبتك ترسم مستقبل يحافظ على هويتنا وثقافتنا. سجل الآن في مسابقة المهارات الثقافية المقدمة من وزارتي الثقافة والتعليم، وطور موهبتك للتنافس على جوائز قيمة على مستوى المملكة. إذن الفرصة متاحة للجميع من طلاب وطالبات في جميع المراحل الدراسية، لكل من يمتلك موهبة مهما كانت هذه الموهبة، سواء كانت في التمثيل والغناء والعزف والموسيقى والرسوم وكتابة الشعر والخط العربي وغيرها الكثير من المواهب الجميلة والمهارات الرائعة جدا اللي ممكن اكتشافها من سن صغير جدا، وأيضا العمل عليها وتنمية هذه المهارات. يعني شيء جدا جميل الاتفاقية اللي ما بين وزارة الثقافة وبين وزارة التعليم للكشف الموهوبين مار فيهم من سن صغير، لأنه شيء جميل جدا أنه دائما نقول من المسرح ومن المدرسة تكتشف المواهب الجيدة والرائعة اللي نشوفها في المستقبل بإذن الله مواهب كبيرة. إلى خبر